كاميرا عالم العالمين بتواصل فعالياتها بمهرجان العالمين الجديدة. دلوقتي خلونا نروح لجمانة ماهر واللي هتكلمنا عن آخر الفعاليات والكواليس النهاردة عاملة ازاي. مساء الفل عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا باسنت ومساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى ومشاهدين برنامج عالم العالمين. أنا معاكي النهاردة يا باسنت من أمام المسرح الروماني زي ما احنا شايفين. طبعا احنا في انتظار حفلة استثنائية وخاصة جدا، حفلة حلقة جديدة من صاحبة السعادة مع صاحبة السعادة إسعاد يونس اللي بتستضيف الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت على المسرح الروماني يا باسنت. في إقبال كبير جدا جدا الحقيقة، يمكن لسه الحفلة يعني قربت خلاص تبدأ، لكن الحقيقة يعني في استعدادات كبيرة جدا جدا جدا، وزي ما انت شايفة المسرح الروماني منور ورايا، واحنا دلوقتي من امام المسرح الروماني واكيد هنتابع معاكم كواليس الحفل وتفاصيل الحفل بشكل اكبر. لكن خليني اقول لك كده سريعا يا باسنت، الاسبوع السابع من مهرجان العالمين في هذه النسخة الثانية ايه اللي هيكون فيه. لكن بداية احب اقول لك انه خلاص مفيش وقت للقعدة في البيت، خلاص يا باسنت الوقت أزف، فاضل يعني تقريبا أسبوع أو 10 أيام بكتير جدا على مهرجان العالمين في هذه النسخة، على فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. فخليني أقول لك سريعا إيه اللي هيحصل على مدار الأسبوع السابع من المهرجان. عندنا طبعا حفلة كايوكي هتكون بكرة على اليو أرينا، وحفل مفاجأة الحفل كمان زي ما أعلنت إدارة المهرجان الفنان تو ليت. هيكون كمان مسرحية البنك سرقوه، هتعرض من 22 ل 24 أغسطس، خميس وجمعة وسبت، يعني النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله. طبعا الفنان الكبير أشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز. كمان مسرحية دكان الأحلام هتعرض من يوم 22 ل 24 أغسطس على رومان ثياتر أو المسرح الروماني. الام ام اي بطولة الام ام اي أو القضية هتكون يوم 23 أغسطس الساعة 8 مساء على نورث سكوير مول. وكمان بطولة الجودو من 24 ل 28 أغسطس في الفاستيف أرينا أو المنطقة الترفيهية أو منطقة الألعاب الشاطئية. كمان سباقات بيس آر للسيارات من 22 ل 24 أغسطس على اليو أرينا. في كمان بطولة الكرة الشاطئية يوم 23 أغسطس، وهي كمان في منافسة بقى قوية جدا 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 يا باسنت، يعني متهيألي محتاجين نجهز ليها. كمان أقوى واحدة من أقوى منافسات الباسكت بول أو كرة السلة للمحترفين 3 ل 3، دي هتكون في ملاعب سلام جام في مهرجان العالمين الجديدة. طبعا تحدي قوي جدا جدا بين أبطال كرة السلة، أبطال القاهرة والجيزة والإسكندرية، دي هتكون أيام 23 و24 أغسطس. أيضا بطولة تانية كمان مهمة جدا وهي بطولة حريفة المدارس، لازم يجهزوا للتحدي ده لأن التحدي قوي كمان الحقيقة. هتكون على ملاعب سكور جراس يوم السبت 24 أغسطس. غير كده بقى كمان يا باسنت في سكاي سبورتس طيران بالمظلات مستمر، في الفستيف أريدا ملاعب البادل مستمرة، البين بول مستمرة، كرة القدم أو البيتش سوكر والبيتش فولي، كل السبورتس دي أو كل الرياضات دي مستمرة موجودة على مدار أيام المهرجان يا باسنت. وزي ما دايما بنقول انه بالنسبه لحفلات يوم الجمعه، الحقيقه انه زي ما دايما بنتكلم انه المسرح او اليو ارينا بتتحضر طول الاسبوع وبيجهزوها وبتستعد لاستقبال اكبر الحفلات في العالم العربي. بكره ان شاء الله هيكون حفله كايروكي ومعاهم الفنان طبعا اللي كل الناس الحقيقه مهتمه جدا ان هي تشوفه، خاصه ان هو يبقى فيه تفاعل مباشر على المسرح تو ليت طبعا، وهيكون في اغاني كتير قوي خاصه اغاني تو ليت مؤخرا يا باسنت الحقيقه في عليها اقبال كبير قوي، والناس حابه عندها فضول كده تعرف مين تو ليت. هم اللي عايز يشوف تو ليت وجها لوجه هيكون موجود على مسرح يو ارينا. بس باسنت موعد سؤالنا الاسبوعي، بتحبي ايه لكايروكي وكمان لتو ليت؟ نعرف ان انت متابعه جيده. ليت انا عارفه ان انت يعني مش يعني معرفش، بحب اغاني كتير قوي، بس ما تيجي اعدي عليكي طبعا لانه انت هتقولي لي ترند يعني عشان هي ترند. وحبيبي ليه كايروكي، بصي بقالي فتره كده عارفه، انا مش عارفه لو دي اسمها الاغنيه اللي هي وبقيت بطير بطير انت اللي فيك بطير، عارفه بغنيها معاكي مش عارفه اسمها. هي طب بس كملي كده يمكن افتكرها اكتر، كملي يمكن افتكرها اكتر. لو انا فاكراها كنت قلت اسمها. انت بتحبي ايه التوليت وبتحبي ايه الكايروكي؟
ما تيجي عدي عليك برضو التوليت بحبها جدا. ولا بصراحه كايروكي بحب لهم اغاني كتير قوي يعني، هي بقيت بطير بحبها قوي، ساموراي بحبها قوي، ايه تاني، اغاني كتير قوي الكايروكي الحقيقه. يمكن حاسه ان عنصر المفاجاه يمكن طاير اسامي الاغاني من مخي، ولكن في اغنيه كايروكي بحب الاغاني بتاعتهم قوي اللي هي دايما فيها زي بيشرحوا موقف، عارفه يعني، بحب قوي بتخيل معاهم ان هم دايما. ايوه طبعا صح؟ ايوه صح. لا ما هو كايروكي كمان الموسيقى بتاعتهم الحقيقه مختلفه، ودايما تحسي ان هو بيحكي قصه وانت بتروحي مع امير عيد وهو أيوة بيغني. ايوه في الاغنيه كمان عارفه اللي هي قولي انا بقعد اشرح القصه بقى. هقول لك بشرح الاغنيه تلك قضيه كمان بحبها قوي. حلوه قوي طبعا. طبعا طبعا يعني اعتقد كايروكي كمان الستيج بكره او الحفله بكره مش هتعدي كده يعني، اكيد هيبقى في مفاجات تانية زي ما احنا متعودين كل حفله بيكون في مفاجاه باسانت على اليو ارينا حقيقي. طب جمانة بقى بصي، انا دايما متعوده معاكي ان انت يعني بتنجيجي اكتر مع الجمهور اللي عندك، وبيبقى في ناس كتيره قوي، انت بتنقلي لنا الاجواء بالظبط عامله ازاي. احكي لي كده الاقبال في الويكند عندك عامل ازاي، بما ان النهارده خلاص يوم الخميس فالناس ابتدت تسافر من بدري من بعد شغلها، فالاقبال عامل ازاي عندك، الاجواء عامله ازاي مكان ما انت موجوده؟ بصي يا باسانت، الحقيقة إنه إحنا من بداية وجودنا هنا، من بداية فعاليات المهرجان، في إقبال الحقيقة كبير على مدينة العالمين، وبالتالي على كمان فعاليات مهرجان العالمين. لكن خليني أقول لك إنه فعلا على مدار شهر 8، من أول شهر 8 تحديدا، الإقبال بقى كبير جدا جدا جدا، وبجد الناس بقت بتسألنا حتى لما بنكون واقفين في مكان عشان بنجهز نفسنا عشان نطلع لللينك، بجد الناس بتيجي وبتسأل وبتبقى عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن أماكن الفعاليات وعن الحفلات وإزاي يقدروا إن هم يحجزوا التيكتس. الناس مهتمة بجد إنها تحضر كل الفعاليات دي. بس جميلة إن الناس بتسألك، دي حاجة حلوة قوي. دلوقتي لا بقى بيشوفوني كل يوم. لا حاجة جميلة يعني، معاكي الايتنري بتاع المهرجان، دي حاجة حلوة على فكرة، حاجة جميلة طبعا طبعا طبعا. قاعدة بتابع معاهم لحظة بلحظة برضو، لأنه زي ما كنا بنتكلم امبارح يا باسانت، احنا طول الوقت موجودين بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نغطي كل الاكتيفيتيز والايفنتس اللي موجودة. فيا حبايبي بيروحوا الفود فاستيفال او بايت باي ذا سي بيلاقونا، بيروحوا الفاستيفال ارينا مكان السبورتس والحاجات دي بيلاقونا برضو. فحاسة ان يعني ان انا يعني بقينا طول الوقت، الناس بقت حافظة الوشوش بجد اللي ممكن تسألها على الاكتيفيتيز والفعاليات الموجودة، واتمنى ان انا اكون عرفت تساعدهم صح يعني. وخليني اقول لك انه كمان الحقيقه مش في اقبال بس من قبل المصريين يا باسانت على مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، لكن حتى من قبل اشقائنا العرب، وحتى يمكن خليني اقول لك انه حتى الجنسيات الاخرى الوافده لمصر اللي موجوده في مدينه العالمين واللي موجوده بشكل كبير جدا 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 الحقيقه باسانت، يمكن جنسيات احنا ما كناش متعودين انها تكون موجوده في الساحل الشمالي يعني. ده ما كانتش وجهتهم السياحيه بجد، بقوا موجودين بشكل كبير جدا هنا. كمان بقوا مهتمين، عندهم curiosity او عندهم فضول يعرفوا ايه اللي بيحصل هنا. شايفين ناس كتير بتيجي، شايفين في حفلات، في ميوزك، في فاير ووركس بتحصل، في الباراموترز اللي بتكون طول الوقت ماشيه باعلام مختلفه الفعاليات مختلفه، فعندهم فعلا فضول يعرفوا بجد، بيقفوا وبيسالوا ايه اللي بيحصل، بيسالوا على طريقه حتى الحجوزات. وخليني اقولها بقى من خلالك يا باسانت، يا جماعه كل الفعاليات الايفنتس اللي موجوده في مهرجان العالمين تقدروا تدخلوا على موقع تذكرتي وتعرفوا كل الايفنتس الموجوده بتواريخها، بالاماكن، تحجزوا الاماكن اللي انتوا عايزينها، فئه التذاكر اللي انتوا عايزينها كلها موجوده على موقع تذكرتي. هتعرفوا بالتفاصيل كمان مواعيد الاكتيفيتيز ومواعيد الفعاليات ومواعيد الحفلات، مواعيد المسرحيات، كل حاجه تقدروا تعرفوها كمان ان كان من على صفحات المتعلقه بمهرجان العالمين على فيسبوك وعلى انستغرام، او حتى كمان تقدروا ان انتوا تعرفوا عن كل الحفلات والفعاليات والايفنتس الموجوده من على موقع تذكرتي، هتقدروا تعرفوا منها كل التفاصيل اللي انتوا عايزينها. برجوع مش مره معنى كده ان هم مش هيسالوكي برضه يا جمانة؟ لا انا بقول لك انا يعني انا كل ما يحجزوا من على موقع تذكرتي بس هيسالوكي برضه. حسيت ان انتوا بيحجزوا معايا. لا لا مش الدرجه.
جومان احنا اكيد هنرجع لك كمان شويه عشان تحكي لنا اكتر عن الاجواء عندك عامله ازاي، وتنقل لنا الفعاليات اللي عندك اكتر واكتر، ويمكن كان في فاير ووركس شويه هننقلها لمشاهدينا دلوقتي. بشكرك مره تانية جومانا.